اضرب زهلة. شيء خطير جدا. وشاك عامر. إذن السلام عليكم ورحمة الله الخوت. اليوم حلقة جديدة، ما غنحفلوا بير، ما غنفرقوا كفف، ما غنفرقوا دبي. اليوم ما غنقولش لكم، غتبعونا تشوفوا ولا شنو غنديروا. السلام عليكم الإخوان. كي دايرين؟ كلشي مزيان صحيحة. اليوم إن شاء الله غيكون مشروع جديد، غتكون شي حاجه مفاجاه. السي امين ديما المفاجاه. المهم حنا دابا في طريق اوريكا ان شاء الله. يلا نمشيو، غنمشيو لواحد المشتل. صحتك مزيان مرتاح؟ الله يكرمك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. واش دابا هذا هو المسر ولا هذا المحل عندك؟ نعم مرحبا، يلاه قلنا بسم الله. يلاه قلنا بسم الله، يلاه قلنا بسم الله. حيت قبيله كان عندي الخدامه هي الخروب تيكون سير كوموند. الخروب؟ اسمع السي محمد، كاروبي راه سير كوموند، راه ماشي كنجيك خاص تدخل في البروغرام. دابا هذا باش نشرح لك، هذا رئيس الجمعيه. مرحبا سيدي، مرحبا. واحد الدوار في تيزي نتاس. كنا الحمد لله حفرنا اليوم واحد البير، طلع فيه الماء الحمد لله. دابا ان شاء الله غندوزو المرحله ديال التشجير. لا هو دابا الخروب كاين واحد المشكل، دابا ما يزيدش وحدين كيغريفيو تيديروا الذكر فوق الذكر، تيكون مؤشر في التام. هذاك راه ماشي خروب، هذاك هذيك واحد دوزو بقى الذكر. انا دابا باش معلو تي غنوريك كلش باش تفهم مزيان. ما فهمنا. يلا سيدي عزيز، مرحبا. يزيد معايا زيد، يلا نفهموا. يلا يلا اصلا كتشري كيلقمو هو هاد الباديره. دابا اللي بغينا نديرو حنا، انا ما كنهضرش، واش مسالي شي كاع قالها لي. اي تا الله قالها لي. صبري راه صبري، الهضره بديت مهدوز الزيت. اييه السلام عليكم. عيط لي لو ميم جو، قال لي واش خاصك تجي عندي، دخل الفيسبوك دخلت لقيتك فيه. وانا نقول لي هذا السيد هو اللي بغيت. دابا حتى النيه كيحاكمها. والحمد لله، الحمد لله. قال لك عندنا واحد البركه ديال اللوز وين الحار كيدير الكوسميتيك ماشي الحلو. فهمتك فهمتك. الكوسميتيك راه كيتباع بالثمن، وين الناس الشباب اللي فلاحت يقول لك لا الحار احسن ليا. قلت لك الحار الحلو احسن، الحار راه سي ميو، ما فيهش لي مرضي وكيتباع. الناس ديال الكوسميتيك تيطحنوا وتيخرجوا على برا ما شاء الله. بحال الخروب، الخروب راه دابا راه النايضه في واحد النوضه، راه العالم كله تيقرب الخروب ديال المغرب وديال مراكش. احسن خروب راه احسن روندمون، احسن روندمون. اذا كما كتشوفوا دابا الاخوان، نصح لكم عندنا حنا اليوم باديره ديال التشجير، والدومين ما فاهم فيه والو، ورزقنا ربي بهاد السيد هذا باش ينبهنا ويعطينا بعض التوصيات. جينا دابا وصلنا عنده، كيبان لي بانه ما ساهلش انك تجي تقدى الشجر وتعطيه في سبيل الله، لانه تقدر تقدى واحد الشجر كما سما هو ذكر، ولكن حنا بغينا نعطيو للفلاح النتوه اللي تولد ليه باش تكون الغله باش يبيع ويشري فيها، او لا ياكل ويشرب، يا في اللوز يا في الخروب. دابا الكوموند اللي عندنا، فسولت انا الناس ديال الدوار، قالوا لي يا ودي لا بغيتي دير فينا الاجر جيب لينا اللوز ولا الخروب، لانهم هادو دايرين الثمن وغيخليو لينا واحد المردود اللي نربحوا فيه. المحسنه قالت لي ملي تلقى الثمن اتصل بيا وانا نقول لك شحال العدد. اذا حنا اليوم باقين ما عارفينش بالضبط اشنو غنديرو. يلا حلقه شيقه وغنستافدوا ان شاء الله كامل، انا كنستافد حتى نتوما غتستافدوا. سمعتوا السيدي اش كيقول؟ هادشي راه خطير جدا. هذا بدينا في لا برودكسيون ديال بلونت اروماتيك. ما شاء الله غتكون هنا كل واحد 200000 بياس ديال لوريغون مع اليازير. هضره اخرى عاوتاني، الناس اللي ما عندهمش الماء وعندهم الماء قليل يديروا هذا الشيء. راه عندنا لي كوموند، نديروا كونترا مع لوزين، كاين خمسه لوزين في مراكش كيخرجوا هادشي ديال بلونت اروماتيك اللي عندك تخلص فيه.
اللي عندك تخلص فيه. اللي عندك 200 طرف النهار تخلص فيها، كيلكو سوا لي بلونت، تكون فيغ فين، تكون لاسوج، أي حاجة عندك. اليازير. اليازير، اللي عندك ديال لي بلونت أغوماتيك، هذا هو مستقبل المغرب، والمغرب أحسن دولة في لاكاليتي أو نيفو مونديال. أحسن زعتر في العالم، كوش حاجة أخرى، اليازير، قول اللي قلتي في المغرب. أه بلادنا فيها خير كثير أخويا أمير راه يلاه يدير شتا والناس ما عارفينش. الخروب دابا الخروب الايطالي الاسباين عندها 38% ديال البرودكسيون مونديال، حنا المغرب يلاه ميم با 11% تخرب ميم با 11% حنا اوني لو دوزيام. ودابا الحكومه الحمد لله في ايطاليا المغرب الاخضر في الوزاره شجعت الفلاح ب 6000 7000 درهم اللي عطاتهم للفلاحه. دابا راه نايض الحمد لله غادي الناس كيغرسوا كلشي ولا باغي يدير دابا الخروب، كلشي خاص يدير الخروب باسكو ما كيمرضش ما كيطلبش الماء، كيدا في لي مونطاين دير فيه الماء درتيه كيتسقى مره في كان جور يتسقى بلي مويان اللي هما عادي تقدر بوطا مع دابا كذا كذا. وسيرتو لا برودكسيون كتمشي حتى لان طون بوغ ارب بوغ شاك ارب ولا ديغي دو برودكسيون 400 زون كيح لك طون طون شجره وحده شجره وحده ما شاء الله. انسيستي على لوكاروبي يكون سيختيفي من لونسا. دابا شوفوا الناس هادشي مزيان عرفوا الناس. يعني السيد اش كيقول الاخوان باش نصح لكم كيقول بانه الخروب ما ساهلش في التقضيه. الخير غديروا ديروا ديروا في محله. خير ان شاء الله هو دابا غيفيدنا. مرحبا زيد. زيد الاخ زيد زيد. صافي دابا غاديك 500 بيسه تاع الخروب هاي دابا مشاربي عندك. يلا مرحبا بك اخويا راه باقي نجيو مع واحد الناس هما عينيت واحد الجمعيه كيهضروا فاش دار الخروب. لو غريفو. هذا ملقم هذاك اللي دايز من المشاكل ما عندكش ما عندكش اوكين بروبليم. هذا بيت غرسو تسقي صح. السلام عليكم. بغيت تسقي هذا ملقم. حنا علاش كنلقموه بعدا على الذكر باش يولد. ما قمتيش غيبقى غير الشجره غادي نمشي للذكر هو اللي عاد هضروا في التواجد مع شاط الخروب هذا واش انتوا مشيتوا تواجد شتي انا برودكسيون هاي ها هو ولد هذا يعني باش لقى الخروب في هاد لاج ووالد راه سافيلي بان راه خدمتي الخروب ونعطيك الكارانتي في لونسا جاو عندي قال لي هادشي اللي تشوفو ما كاينش جهه اخرى حيت هو هاد النيفو هذا ما كيوصلش له 4 سنين 5 سنين ها هو باقي يلاه باقي شتي ها هو ها شتي ها كوسيزي ها هي عاوتاني الوليدات هادشي ما تلقاش فهاد البلاصه قال لي الاخ ما تلقاش بغينا حنا دابا شجره نتو واش خاصنا نديرو خاص تبدا لي كرين واحد 3 زون عاد عاد توصلت لافاز تنقول لك ياك دابا هادي كتشد دابا الذكر اها شنو كدير تاخذ لي كران حبات كتحطهم وكتكبروا حتى توصلوا لهاد النيفو حتى توصلوا لك لو تيج غليظ من بعد عاد تندخلوا المرحله ديال الكريفاج في مارس. الكريفاج هو شنو؟ هو التطعيم. تطعيم تلقيم بحال اللي كنقول تطعيم تطعيم زيد يعني عام اخر تنهزوا نتوا وتنلقموا مع الذكر اها زيد عاد عاد كتعطي لك وكتزيد واحد العام اخر عاد كتبدا تولد عاد كتسمى بانها شجره آه صالحه. هذوك الناس اللي قلتي دابا خويا الا بغينا ان شاء الله شي كونتيتي دابا اش خاصنا ندير؟ خاص تقول لي شحال اخويا امين اخرى خاص تقول لي خاصني نعرف الثمن ونقول لك شحال حيت دابا السيده معوله تبارك الله تاخذ لهاد الناس ما شاء الله وكندويوش دابا على الغلا حنا بغينا اللي يصدق لهاد الناس اللي يصلح لك هما المسائل اللي غيخدم لك سمح لي اللي غيخدم لك هما المسائل السيستم اللي عطاك لونسا خاص تبعو في لا برودكسيون لونسا راه هي اللي كتحدد شي ديال الانتاج النباتي حنا في المغرب متقدمين في هذه المساله هذه عندنا حنا مكتب خاص بالانتاج النباتي هو اللي كيكونترولي المحلات ديال لا برودكسيون بيبينيريس خاص تبع لي نورم ديالهم هذاك الشيء ديال الطوبه كتقول هو ديال الناس زمان دابا لا خاص نمشي مع لي نورم كاين لابار كاين الكريفاج كاين غير حتى انت خصك تعرف الجو ديال المنطقه ياك الطور ديال الخروب ما عندوش مشكل ديال لا تمبيراتور كيلكو سوا لا تمبيراتور يكون الثلج يكون اللي بيكون سبحان الله ديال سوفاج كيصدق كيصدق كيتاقلم كي دغيا مع الجو الخروبات حنا خويا امين هذا راه دابا اخر ثمن 60 درهم راه كنحسبوه ب 70 80 شي حاجه قليله وهذا الشيء كتشوف دابا كنحسبوه ب 60 هذا راه ذكر باقي معضلو العام الجاي باش راه كنكون شي كوموند ندخلكم في لي كوموند لا خاصنا كوموند دابا حنا لا دابا حاليا الا كانت شي حاجه قليله نشوفها لك حيت عندي الكوموند مع من فايت واللوز اللوز سوا كاين اللوز موجود هذاك عندنا هذاك ماشي مشكل عندنا فيه كونت كثيره كاع بغيت نعطيكم حاجه اللي خدامه لكم تما ان شاء الله ماشي مشكل في اللوز رخيص وموجود ياه اللي جيت دابا جيتيني اخويا امين في الحاجه اللي ماشي مشكل جيتيني في الطلع العوجه اللي وحني فيها البيبينيرس في العالم لا هما هاد الجوج الخروب واللوز واللوز كون جيتينا في الزيتون الزيتون موجود هز بيدك وبرجليك لا هو الخروب راه كيدا على 7 متر اقل ما يمكن هاو الفيديو دابا تشوفوا حيت قبيله قلت لك نصوروا لي هذاك اللي كان فيه الصباح ما بين عاوتاني في العرض سبعه سبعه هكا وسبعه مينيموم على الخروب هو شوف هذا كله خروب هذه كلها 10 متر كلها خروب 2500 كيس هنا درنا هنا بارك الله شي كلمه في حق هذا الدومين هذا للناس اللي كيبغيو يتقداو هذه المسائل اولا شي معلومه
كتبغي توجه الراي العام. و السي امين الله يجزيه خير من هذا المنبر كنحبدوا انه الناس الغرس هو اهم حاجه في الاستثمار. مسامي كيقلب على الكوتا كوت وبيدي واحد المشروع راه سي تانفيستمون تري 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 كوتو و سيغتو دابا الاعلان ديال الكوتا كوت تحبسات. من بعد المرحله ديال انه يقلب على الشركه وكذا وكذا كيوصل المرحله ديال الغرس ضروري يشوف واحد المشتل مرخص من طرف المصالح ديال المكتب الصحي وسيغتو انه شي واحد عنده واحد السمعه طيبه فهمنا وكثر تيبقى المسائل. علاش؟ لانه دابا هذا السيد الا بغى يدير الغرس ومشى لواحد المشتل مرخص الا تقدى الشجر يقدر يستافد من الاعانات كما كتقول. يستافد من الاعانه لانه عنده الحق ياخذ الاعانه راه باقي الاعانه ما تحبسهاش واخا تحبسات ديال كوتا كوت وني ديال الشجر باقي ما تحبسهاش. الشجر مازال الحمد لله. والبروغرام ديال الوزاره الحمد لله راه فيه 600 الف هكتار ديال الشجر من 2020 حتى 2030. ما شاء الله. يعني باقي الوقت الانسان خاصو يبحثوا ويبحثوا في هذه المساله هذه وحنا كنشجعوا الناس في هذه المساله ديال الكاروبي ومساله اخرى ديال لي بلون اروماتيك. والناس يبحثوا ويقلبوا في الشهاده ويطوروا لقدام ان شاء الله ما يبقاش محتاج على الزراعه القمح الشعير كذا كذا اللي كيطلب الماء وسيرتو مع المشاكل ديال الماء اللي عندنا الجفاف. تماما. فانا كنلاحظ ان الفلاحه الصغار اغلب كتمشي عندهم ما مستافدينش بشحال من حاجه باش كتنصحهم؟ ما مستافدينش يمشيو لاقرب قيشي ديال الفلاحه قيشي اينيك ديال الاستشاره الفلاحيه وكاين مكتب لونكرا المكتب الاستشاره الفلاحيه ديالها حتى هو الوزاره ويمشيو يسولوا على راسهم. واخا انه الارض بوريه وما عندوش الكوتاكوت يسفي يكون عنده غير واحد ورقه جيستيفيكاتيف على الارض اما شهاده اداريه من القايد لان ولا الا ما كانش عندك التيتر عندك الحق تاخذ شهاده اداريه من القايد هذيك الشهاده الاساسيه تاخذ الاعانه. يمشيو يبحثوا وسميتو وحنا كاين شي نصيحه السي امين حنا موجودين. الله يرحم لك الوالدين. موجود السي امين الله يجازيك بخير. الاستشاره مرحبا وتسلم. اذا اخوان دابا ان شاء الله غنتفاهم مع الاخ في الثمن. مرحبا سيدي. غدا ان شاء الله ملي غنشارجي هادشي في الكاميو غنقول لكم شنو. مرحبا بكم السيدي بركات. شكرا جزيلا. مرحبا السي امين جزاك الله خير عليك. زيد السي ابراهيم زيد شحال كاينه تما خويا؟ كاينه سيدي هنايا 16000 درهم و 800 زيد بسم الله. ها هي سيدي امين الزين بسم الله السي امين بسم الله الحبيب الله يعطيك الخير راه محسوبه الله يوفيك الله يوفقهم وحنا راه في الخدمه ديال الناس اللي من جهه السي امين الله يكرمك طبعا الحال هو راه كيتعاون مع الناس الفلاحه اللي ما في حالهم شيء هاد الناس اللي شرفنا بهم راه سولتهم اولا واش عندهم الاوراق ديال الارض باش نقدوا لهم توصيل ديال الاعانه تاع الشجر مني قال لي ودي ما عندهمش سميتو الوريقات ولا السي امين هو اللي تدخل الله يجزيه بخير وراه تعاون مع الناس وتا حنا راه درنا البركه الله يقبل الجميع الله يجازيك بخير والله يقوي الخير دابا حاجه وحده باش توعدني وغتوعدهم بغينا ان شاء الله تجي تراقب داك الشجر نجي وان شاء الله هذا داخل في اطار العمل ديال السي امين الله يكرمكم من عامات مرحبا انت السي امين اللهم يا سي الله يقوي الخير نمشيو عندنا الله يكرمك السي ديال البورغان غنعطيو للحاج ياك غادي معاه تهناوت ونصلي ان شاء الله والغدا تهناوت لا هالبول اي الله يحمي الجنس يا بارك الله صافي ناضي الله يجعل البركه الله يحمي الجنس يلا رول انا غنتبع يلا الله يحمي الجنس بارك الله إذا الخوت الحمد لله دابا حاليا غنبركو نشربو واحد كويس ديال اتاي قطعنا واحد الفيراجات ديال تيزينتاس واحد الجبل كله فيراجات كاميو راه باقي معطل بركو نتسناو ان شاء الله وصلنا ظلمة وغندخلو للدوار ظلمة كيفاش راه هنايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دايرين شي حاجة على هذا الشيء ولا مقصرين؟ مقصرين واش غادي السوق؟ غنكمل زيد بينا يوصل واحد الكابيو زيد يلا يلا تيجي وانا تيجي غتفرق ها جات دابا فيا التفريق انا بدون شك هذه ملعب كارطة لاس دوس تريس منين
السلام عليكم. السلامة. كي داير اخويا محسن؟ بخير. هانيا كاملين مشارجين. هانيا. وعطيناهم جوج حمير وعطيناهم حمار وانت باقي يلاه وصلتي. مزيان دايرك انت راه. الله يعاونكم. الله يعاونكم. حتى الله في راسكم. الله يحفظكم. طريق السلامة. الله يحفظكم اخويا الله يحفظكم. الله في ذاك الحمار. بسم الله. موسى وصميد. اخوان دابا حنا راه غندوزو مع الجبل مع الغابه مع الخلا لابيست بالليل كلشي بالليل المهم غنوصلوا بسلامه للدوار غدا غنكملوا لكم الفيديو المهم الاخوان غاديين واحد الدوار كبير فيه فلاحه مساكن صغار يعني بغاو مساكن يخدموا ولكن ما عندهمش باش هذه صدقة جارية على المحسنة اللي خلصت هذا الشجر وكذلك هاد الناس هادو فرحوا بهاد الصدقة بزاف بزاف تخيل معايا شجرة ديال الخروب كدير 60 درهم هاد الناس هادو راه بحال ما شنو عطيتي والله العظيم 10 و 4 ديال الليل وشوفوا لابيس وجاي مع الغابة والظلام البرد ها انتم ولكن الحب ديال هاد الناس هادو حب ديال هاد الناس هادو كيخليك انك ما تبقاش تحس بالبرد الفرحه ديال هاد الناس والبهجه والسرور اللي غتدخل عليهم يعني كيخليوك انك تشجع وتزيد تكمل في هاد المسار واحد الفيديو اللي غيخليكم الاخوان كاملين تحمسوا وديروا الخير بغينا المنافسه بغينا بزاف ديال الناس بغينا بزاف ديال الناس في هاد الميدان بغينا ان شاء الله عده جمعيات يتحركوا بغينا المجتمع المدني يتحرك بغينا فعلا نفكوا العزله بغينا فعلا نخلقوا فرص الشغل انتم غتشوفوا الاخوان شي حاجه اللي انا غنسميها لكم خياليه وبدون تعبير هذا شو الشباب والله الخوت للبرد والله سير اما الدراري غتبع الدراري حيد غتبع الدراري سير الدراري الصغار مساكن شوف اما الدراري الصغار مساكن كيرحبوا فينا اخوان حنا راه باقي كاع ما وصلنا للدوار الدوار راه هو كما كتشوفوا راه هو بعيد الله يبارك فيك اوليدي الله يبارك فيك الله يبارك فيك تسخف مسكين وتابعنا السلام عليكم الله يبارك فيك السلام عليكم مرحبا سهلا مرحبا بكم مرحبا سامر مرحبا الله يحفظك مرحبا مرحبا الله يحفظك الله يحفظك مرحبا الرونا الرونا كيحضر ربي الرونا يا اخو بارك فيك يا صاحبي الله يبارك فيك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك صاحبي الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك هاي ورمطلخ
الله يبارك فيكم غيلاد ان شاء الله ورانساو الغساله دار الصباح الا ما نتيني الا نكره المفاجاه دار الصباح